تعد منطقة رحى ببلدية الغيشة بالولاية المنتدبة أفلو من بين المناطق السياحية التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومياهها العذبة، ما جعلها قبلة للتنزه والاستجمام من قبل العائلات والأطفال. اليوم رانا في منطقة في الحقيقة سياحية، منطقة الرحى، هذه بقرب القيشة معروفة. اليوم رانا شفنا يعني من حظنا تاعنا رانا شفنا تلاميذ وعائلات. هذه المنطقة منطقة سياحية، رايجي من كل أرجاء الوطن، من غرب من الشرق من الشمال من جنوب، رام يجوا هنا، رام يسروحوا هنا. نجي مع عائلتي، ها هم هنا مع العائلة كاملة، وليداتي يجوا هنا يسروحوا يريحوا. اليوم جينا لهذه المنطقة السياحية، جينا مع الأصدقاء، يعني منطقة ما شاء الله عليها، وإحنا حبينا يعني ننحو على ذقة خاطرنا قبل الدخول المدرسي باش نكونوا مستعدين نفسيا. مقومات الجذب السياحي ونظافة المكان كانت من بين اهتمامات الزوار، لكن للأسف شديد يعني لقينا الفضلات موجودة في كل مكان، يعني هذا ما يترك يعني أثر سلبي لدى الزائرين هنا. ماذا بينا هنا السلطات المحلية يعني يعتنوا بهذه المنطقة إذا كانوا يحوسوا على السياحة. أول حاجة الطريق هي شوية ضيقة، شوية خصنا مناطق وين يسرحوا أولادنا ألعاب يجوا يخصهم هنا ياسر كاع ما كاش، وخص أوتيل خاطر المنطقة رانا يجوها من كل من الجهات. وتبقى هذه المنطقة السياحية المصنفة خلافا عن باقي المعالم التي تصخر بها الولاية المنتدبة بحاجة ماسة إلى المزيد من الجهود المحلية التي من شأنها تنمية السياحة الجبلية.